سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في هذا الحدث المصري والعالمي أيضا، حيث هذا المعرض الذي يحتل المكانة الأولى في مجال الطباعة، حيث توجهنا لكي نكرم عددا من رواد الجودة هذه القلعة الصناعية التي تمثل جناحا متميزا وفق رأي كل من حضر هنا في هذا المعرض. معنا سيداتي وسادتي في رواد الجودة في لقاء الليلة المهندس محمد توفيق جابر، رئيس مجلس إدارة شركة ديجيت العالمية، رائدا من رواد الجودة. كل عام وانتم بخير ودورة موفقة ان شاء الله. الله يبارك لك يا استاذ، الله يبارك لك. نشرب حضرتك اولا واسم الشركة. احنا شركتنا اسمها ديجيت العالمية. احنا المركز الرئيسي بتاعنا في الكويت، يعني صرنا حوالي 20 سنة في الكويت، ودي اول مرة لينا هنا في السوق المصري، يعني اول مشاركة لينا. يعني حضرتك اساسا في السوق الكويتي؟ في السوق الكويتي قعدنا يمكن حوالي 20 سنة. يعني كانت البداية في السوق الكويتي ونجاحات كبيرة الحقيقة لهذه الشركة المتميزة، ثم كان الحضور لأول مرة إلى مصر السوق الكبير. يعني الحضور لمصر، حضرتك بتتكلم عن سوق عريض وسوق استهلاكي كبير في هذا المجال. حضرتك بالنسبة للسوق المصري، يعني معروف أنه هو سوق كبير بالنسبة، زي أنت النهاردة قارنته بالأسواق العربية. نعم. يعني أنت بتتكلم النهاردة مثلا على حوالي 110 مليون. ففي فرق، انت بتتكلم على الاسواق الخليجيه، يعني اسواق متميزه ايضا، لكن تعدادها اذا انت النهارده خرجته بمصر يعني لا يذكر، يعني فرق. طيب. كبير. يعني حضرتك طلبات السوق المصري بقى بالنسبه لكم ايه؟ والله بسم الله ما شاء الله، يعني احنا لما جينا هنا السوق المصري عملنا دراسه للسوق، فلا لقينا هنا في اقبال يعني على كل ما هو حديث وكل ما هو متميز في السوق المصري. يعني بسم الله ما شاء الله الكلاينت هنا في مصر لا فاهم وواعي، يعني فاهم وواعي، ودايما ان هو بيروح بيبحث عن ايه هو جديد. فعشان كده احنا المره دي ان شاء الله نزلنا المعرض بحاجات جديده لاول مره تنزل هنا في مصر. يعني شركه ديجيت العالميه لبيع ماكينات ومستلزمات الطباعه في احتفاليه راقيه. احتفلت شركة ديجيت العالمية بحضورها الأول في السوق المصري وسط حفاوة بالغة من الخبراء والمهتمين بالسوق المصري في مجال بيع ماكينات ومستلزمات الطباعة. ديجيت العالمية، اولا دي جيت بترمز الى ايه؟ دي اللي هي اختصار لديجيتال. ديجيتال. والجيت ده برضو اختصار اللي هو الطباعة. 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 نعم. طيب العالمية. اما كلمة العالمية، يعني احنا الحمد لله رب العالمين طموحين جدا. يعني احنا بدأنا في الكويت والنهاردة في السوق المصري، وإن شاء الله بإذن الله تعالى السنة الجاية هتكون في أسواق تاني إن شاء الله. فعشان كده هي انترناشونال يعني. طيب أولا لعميلك، إحنا هنعتبر نفسنا السنة الأولى في طبعا مصر، إيه اللي تقوله للسوق المصري؟ يقول كده رسالة من حضرتك كده للسوق المصري. والله يعني إحنا معاك قلبا وقالبا، يعني إحنا هنا جينا ليك داعم وجينا ليك سبورت، ومش بالضروره يعني احنا مثلا كشركه اول ما بدانا براس مال بسيط جدا، يعني بدانا براس مال بسيط، لكن طموحنا كان كبير ووصلنا. يعني بمعنى النهارده احنا جايين، لو انت النهارده مثلا معاك مبلغ معين او قيمه معينه احنا نقدر نساعدك. نقدر نساعد، نبدا معاك من الصفر ونبدا نتدرج معاك. مبلغ كامل كله. حتى لو ما كانش مبلغ كامل، احنا ممكن النهارده مثلا يعني حتى كمان سياسه البيع عندنا شويه مختلفه، يعني فيها نظرة أكتر للزبون المصري عشان الوضع والظروف والأمور دياتي. جميل. نعم. طيب دي جيت لأول مرة في السوق المصري،
من كم سنة في الخليج؟ احنا يعني بالضبط 20 سنة في الخليج، 20 سنة الله. يعني 20 سنة في مجال بيع المكاين، فعندنا من الخبرات ومن السبلايرز اللي برا اللي هو يعني يخلينا يخلينا نحن نفكر نحن نغزو اي سوق. يعني شركة دي جيت العالمية لبيع ماكينات ومستلزمات الطباعة. الماكينة دي احنا عاملين ماكينة في برا في الصين بمواصفات خاصة، بسمين الماكينة دي جيت، دي ماكينة خاصة بينا في هنا المعرض، دي مسجلة في برا في غرفة التجارة والصناعة في الصين، ومسجلة باسمنا رسميا ماكينة دي جيت. الماكينة دياتي اسرع ماكينه حاليا في العالم، لان بتستخدم احدث انواع الهدات، هد اسمه 1024 اي، ده بيوصل سرعه الطباعه في البيت المربع فوق 600 متر في الساعه، 600 متر مربع في الساعه. دي جيت العالميه علامه الثقه. حضرتك داخل في وسط يعني فطاح للادفرتايزنج ميديا وايضا نجوم الطباعه ونجوم الديجيتال، حضرتك ما خفتش من هذه المنافسه؟ لا ما خفتش، لان احنا الحمد لله رب العالمين لينا سياسه مختلفه. يعني احنا اي نعم طبعا الشركات كلها شركات محترمه وكلهم يعني محل تقدير، احنا خدنا بعض يعني بعض الخبرات اللي هي تؤهلنا ان احنا نخش منافس، يعني منافس قوي ان شاء الله. يعني طيب زي ما انت حاطك هنا شايف، يعني حتى عندنا كم من المكاين هنا مختلفه. يعني لكن حق واضح انك بتخاطب كل الفئات، انا شايف. طبعا، يعني النهارده مثلا عندنا مثلا ماكينه مثلا تبدا بكوست بسيط جدا، وعندنا مثلا النهارده مثلا لو في شركات في اي بي قاعدين له مثلا فتره في البرودكشن برضو داعم ليها يلاقي برضو طلبهم عندنا. يعني احنا طلباتنا حضرتك مش مقصوره على شريحه معينه من السوق، احنا بنتعامل مع كل شرائح السوق، كل شرائح السوق على اختلاف مستوياتها. زبون صغير لسه هيبدا احنا معاه، زبون كبير عايز يعمل ابديت او النهارده عايز يحدث المكان اللي عنده برضه هيكون موجود ان شاء الله. يعني. طيب هل حضرتك لكم مقر في مصر؟ احنا مقرنا في المهندسين 50 شارع رشيد احمد اوراق. احنا لينا مقر داون تاون يعني وسط المدينه. نعم نعم نعم. تمام. حضرتك برضه توضح لنا مين هو عميل حضرتك؟ يعني ايه هو التارجت؟ ايه هو عميل حضرتك اللي انت بتخاطبه؟ كل ما هو مهتم بالبرودكشن في مصر. يعني مثلا من مصانع الزجاج، مصانع الزجاج لينا ليهم مكان، مصانع شركات الديكورات اللي هم مثلا بيشتغلوا على الول بيبر او على الكانفاز او ورق الجدران برضه يعني هيلاقوا طلبهم عندنا، زبون اللي هو الساين بورد برضه زبونه موجود، مكانه او معداته برضه موجود عندنا. يعني كل يعتبر كل الشركات او السوق اللي هو يستهدف صناعه الاعلام في مصر. دي جيت العالمية لبيع ماكينات الطباعة ومعدات ومواد الدعاية والإعلان. هدفنا الأول احترام المواعيد، المصداقية في العمل، وتوفير الاستشارة والمعلومة المفيدة للعملاء. دي جيت العالمية علامة الثقة. حضرتكم ماكينه طباعه دوكان، ماكينه طباعه دوكان ده الهيد الاول لسه نازل المعرض، ده هيد اسمه كيوسيرا. الكيوسيرا دلوقتي بيمتاز ان هو الدقه بتاعته عاليه جدا وسريعه، يعني هنا الدقه 3.5 بالكريتور، والالوان بتاعته قويه والهيد بتاعه سريع. الماكينه دياتي مشغله انا بس هيدين في المعرض، تقدر تعمل لها انستول 4 هيدات او تقدر تعمل لها انستول 6 هيدات. وزي ما انتم شايفين كده الطباعه في الباك لايت، هنا الالوان قويه جدا، هنا الالوان الاوتو دور بتاعتها 5 سنوات بره في الشارع. دي الماكينه دي اسمها دوكان، احنا وكلاء حاصلين الماكينه دياتي لحد لحظه تبيع منها 3 مكاين. شركه دي جيت العالميه نحن نؤسس لمنهج سوقي جديد. المشاركة في المعارض لها أهمية بالنسبة لكم وبالنسبة للجميع،
حضرتك شايف ايه الاهمية؟ الاهمية حضرتك النهاردة لو في النهاردة مثلا مكنة جديدة حديثة نزلت او مثلا بمواصفات حديثة، لازم النهاردة السوق يعني يشوفها على الطبيعة، يعني يشوف يتعرف عليها اكتر. يعني ده بالنسبة لنا احنا في المعرض مهم جدا لينا احنا كشركات بتبيع في المكان ومستلزمات الدعاية والإعلان، وكمان أيضا بالنسبة للزائر. الزائر النهاردة عايز النهاردة يواكب العالم اللي حواليه، ولا يعني أنا مؤمن إن إذا النهاردة أنا ما طورتش من نفسي خلاص أنا أصبح العالم كله بيتطور من حواليه وأنا يعني واقف محلك سر يعني. طيب أنا شايف في شباب، عدد من الشباب دول مهندسين فني، يعني نعم فريق من المتخصصين. فريق من المهندسين خريجين كليات هندسة ومتدربين برا على ازاي بيعملوا انستليشن للمكان وازاي بيعملوا مينتيننس كمان ليه، وعندنا فريق يعني محترف من الماركتنج والسيلز. شوف سرعة الطباعة هنا، شوف بسم الله ما شاء الله، يعني ما تلاقيش السرعة هنا في المكان. شوف الباص الواحد فوق ال 15 سنتي والالوان هنا قويه جدا، دي طباعه الواحد باص. دي الماكينه ديت تقدر لو انت النهارده عندك برودكشن كتير تقدر تستخدمها حتى في الانتخابات، الانتاج يعني دي توصل معاك ل 600 متر في الساعه، فوق ال 600 متر في الساعه يعني 600 متر في الساعه. فدي ان شاء الله باذن الله تعالى داخلين على الانتخابات ان شاء الله، وهتكون بقى فرصه لكل الشركات. عايز اوضح بس انه طبعا اللوجو هنا ده بيؤكد بالفعل انه ده المين بروس او يعني المنتج الرئيسي للشركه. ايه لا بعد كده احنا منزلين اسمنا على او اربع مكاين بنفس الاسم، يعني عندنا الماكينه دي جت وعندنا الماكينه دي الموديل الثاني. نعم دي الموديل الثاني برضو. هنا الهدات مختلفه والانتاج بتاعتها اقل، يعني نقدر نقول الماكينه دي شعبيه اكتر من يعني الشركات الكبيره. احنا هنبعت من هنا ايضا رساله الى دوله الكويت لاننا بنذيعها الفضائيه. طبعا حضرتك 20 سنه في دوله الكويت، ايه اللي تقول لعملائك في دوله الكويت اللي هيشوفوا هذا اللقاء؟ اتفضل. احنا معاهم دايما ان شاء الله، واحنا هنوعدهم ان شاء الله بكل ما هو جديد وكل ما هو متميز، وان شاء الله يعني احنا داعم ليهم في كل وقت وفي كل زمان في كل وقت ان شاء الله. طيب حضرتك السوق المصري بيحتاج نفس الكواليتي اللي بيروح للخليج. اكيد، لانه حاطك يعني هو الزبون نفس الفكر، يعني اعتقد ان الزبون نفس الفكر. الزبون النهارده بيبحث عن الجوده وبيبحث عن السعر، بيبحث كمان عن الخدمه اللي هم المثلث دول، جوده وخدمه وسعر. فدول يعني اعتقد يعني كل العملاء في كل انحاء العالم يعني مجتمعين على الثلاث نقاط دول. 20 عاما من الخبره والاحترافيه في الخليج جعلتنا نتصدر الأسواق. دي جيت العالمية علامة الثقة. الماكينة هنا ماكينة اندوت، دي بتشتغل في طباعة الإعلانات الداخلية. هنا الكواليتي عالي جدا، دي بتستخدم في الحياة الدقيقة، يعني الحياة اللي هي دايما في متناول اليد، فعشان كده بيسموها طباعة اندوت. الهيد بتاعها إبسون، برضه من الماركات القويه جدا هنا في الصين، اللي هي ماكينه اسمها ستور ماجيت. احنا برضه وكلاء حصريين، يعني كل البراندات اللي موجوده هنا احنا وكلاء حصريين هنا في مصر يعني، وكمان في الكويت يعني 90% من البراندات اللي موجوده معانا هنا في نعم. دي طباعه تكستايل سبليميشن، هنا بيطبع على ورق ترانسفير، وبعد الطباعه الورق الترانسفير بيدخل القماش مع الورق في كالندر، فبيتم عمليه ايه كبس الخامه بالورق دلوقتي، فبتنتقل الالوان من الورق على القماش. برضه الهيد بتاعها ايبسون، المتر مربع بالظبط بياخد حوالي 14 ملي حبر من كل الالوان. 14 حبر من كل الالوان، يعني التكلفه لو انت النهارده قسمت الكوست الحبر على 14 ملي في المتر مربع هتلاقي التكلفه شيء لا يذكر يعني. ده بالنسبه للاحوال. طبعا بالنسبه للكهرباء يعني بتاخد كهرباء بسيطه جدا، بسيطة. هو كهرباء عاديه زي كهرباء الكمبيوتر يعني مش مثلا 3 فيز او يعني هي سنجل فيز. دي جيت العالميه علامه الثقه.
معنا سيداتي وسادتي في رواد الجودة في لقاء الليلة المهندس محمد توفيق جابر رئيس مجلس إدارة شركة دي جيت العالمية رائدا من رواد الجودة. سيداتي وسادتي، دي جيت العالمية واحدة من الشركات المتميزة الآن في السوق المصري بإبداع وسط قلاع صناعية كبيرة، ونحن هنا في اليوم الأول لهذا المعرض المصري العالمي. فريق عمل الحقيقة من الشباب ومن الخبرة، حيث بنسعد الحقيقة بتكريم السيد مهندس محمد القاضي رئيس مجلس الإدارة رائدا من رواد الجودة. مرة تانية أهلا بحضرتك. مرة تانية أهلا وسهلا بك دكتور. إيه اللي تحب تقوله في وسط فريق العمل؟ والله أنا يعني حابب الأول أن أنا أقدم رسالة الشكر ليهم، لأنهم هم دول أساس النجاح، يعني سواء كان مدير العام، سواء كان مدير مبيعات، سواء كان التيم كله، سواء التيم كله فريق عمل بالضبط. تمام. أنا ملاحظ الاحترام الزي الموحد، بيغشم المذيع تقريبا، يعني واخدين نفس اللون، لكن عايز اقول انه في انضباط، في التزام. اي نعم، في التزام وفي حب، يعني في حب. يعني هو حب العمل هو ده اساس نجاح اي كيان. نعم. حضرتك اول مره في مصر، هل فريق العمل ده ايضا اللي كان شغال في الكويت ايضا؟ في منهم اللي هو كان معانا في الكويت وعنده خبرات عاليه، فحب يعني لما جينا احنا فتحنا هنا الفرع الثاني هنا في مصر، حب ان هو يتواصل معانا في السوق المصري. رائع جدا. طيب احنا يمكن مع حضراتكم طبعا هنتعرف سريعا بالاسماء والبوزيشن في دي جيت العالميه. تشرف حضرتك. عمرو الباز، مدير عام الشركه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. محمد عبد البديع، مدير عام مبيعات الشركه. يا مرحبا. اسلام احمد توفيق، تكنيكال انجينير. اهلا وسهلا. هشام ابو شادي، تكنيكال انجينير. جاسر الحفناوي، مسؤول الاعلانات. اهلا بيك. علي صوته شويه. كرول سمينا، مهندس صيانه. اهلا كرول. وليد بكر، مسؤول مبيعات. يا مرحبا. يور نيم اند يور بوزيشن. يور نيم شنشا. يا مرحبا. ماي نيم يوفا. يوفا سونغا فروم تشاينا. يس سونغ. يس يس. كي your name, your position? Cassie from Itakala, sports digesters, best in Egypt. Good, good. Joyce from Shanghai Dugan Technology, UE printer. What the comparison between Egypt? We are friends. The comparison in Egypt and yeah. For China for an exhibition. China, yes. The next exhibition, yes. Will be sure in March. Yeah. Yeah. So we will support digesters in Egypt. So your first time? Egypt. Yeah, this is first time in Egypt. Arabic. Technical engineer Muhammad Adel. أهلا وسهلا. محمود باكر من دون مبيعات. أهلا بيك. سيد أحياء سيلز انجينير. أهلا وسهلا. صفاء السيد أسيست مانجر. فينك عاملة مجهود حلو يا صفاء. إيهاب أحمد توفيق. إيهاب أحمد توفيق. في البوزيشن إيه؟ أي موقع بوزيشن؟ سيلز. تمام. سامي الراجح، مدير مبيعات الشركة في الكويت. أهلا وسهلا. هو الفتح محمد. أهلا وسهلا. احمد رمضان توفيق، مسؤول مبيعات. مصطفى احمد، تكنيكال انجينير. ابراهيم احمد، مبيعات. يعني انا ملاحظ في نوع من الرضا لدى الجميع، وفي نفس الوقت في نوع ايمان بالعمل والماركتنج، شايف فيه شغل وحركه دائبه مع اختيار موفق الحقيقه لجناح المعرض والديزاين. مين بقى اللي عمل ديزاين الجميل ده؟ عملنا شركة هنا، يعني برضو أنا نوجه لها من خلال حضرتك رسالة الشكر والتقدير. شركة اسمها رايس راب. رايس راب. مستر محمد صبري هو يعني صاحب الديزاين، وهو صاحب البرودكشن كمان، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. في أيضا شركاء نجاح يتم تكريمهم اللي هو شركة هو على الصعيد الخارجي نتكلم على الصين، يعني الويت كالر اللي هم سبلاير برا، وشركة ويت كالر من الشركات الكبيرة في الصين. شركة دوكان برضو من الشركات الكبيرة في الصين. كالر اند دوكان. يا اند ستورم جيت، فري ساب، اي ال تي، يعني كل دول هم شركاء نجاح لنا هنا على الصعيد الخارجي. اما على الصعيد المحلي، يمكن حضرتك انا هقول لك كلمه ان الاجابه دي تتمثل في اللوجو اللي موجود.
اللوجو او الاي دي اللي موجود هنا مفيش عليه اي بوزيشن، يعني مفيش عليه اي بوزيشن، كله زي بعضه، كله زي بعضه، يعني مدير زي سكرتير زي بائع زي مهندس، كلنا تيم واحد مفيش اي فرق بيننا يعني. فعشان كده هو حطك ده اللي بيميز الشركه عندنا، اللي هو الحب بين الافراد العمل بين التيم ورك يعني. جميل. طب اسمحوا لنا في تكريم السيد المهندس محمد القاضي، يعني اولا السيد المهندس محمد القاضي رائد من رواد الجودة، بنسعد الحقيقة بتكريم سيادته رائدا من رواد الجودة اللي بتقول ستظل معايير الجودة عنوانا للتميز والإتقان. إذن طبعا الحقيقة دي جت العالمية رائد من رواد الجودة، اسمحوا لنا الحقيقة يا جماعة، اسمحوا لنا. معايير الجودة ده نوع مهم جدا. أولا هذا الدرع المعتمد من مهرجان دبي بيؤكد بالفعل أن هناك جودة في هذه الشركة. إيه نعم أكيد. طبعا أكيد نعم. معايير الجودة بالنسبة لك إيه؟ المنتج؟ قبل المنتج وقبل أي حاجة نتكلم هنا على المصداقية، المصداقية مع أنفسنا والمصداقية مع العميل. طبعا صورة معبرة عن تكريم فريق عمل متكامل لتكريم السيد مهندس محمد رائدا من رواد الجودة. معنا سيدات وسادة في رواد الجودة في لقاء الليلة المهندس محمد توفيق جابر، رئيس مجلس إدارة شركة دي جيت العالمية، رائدا من رواد الجودة. وأيضا شركاء النجاح ليهم دور الحقيقة في دي جيت العالمية، حيث يكرم السيد مدير عام الشركة وأيضا السيد المهندس محمد القاضي. طبعا دولة الصين ممثلة في 2 من الشركات الكبرى طبعا شركاء للنجاح. طبعا شراكة الصين أيضا مميزة من الواضح، ده طبعا بيحمل طبعا العلم المصري وبيقول إن هم فعلا سفراء فوق العادة وشركاء للنجاح. Your impression about this compliment? Yeah, we have make a cooperation over around 10 years. Okay. So we know that they have professional technology technicians and good sales. Good. And they will offer the best service. Service is the best, is the most important. Yes. الحقيقة بيزين صدر السيد محمد القاضي 3 نجمات، النجمة الأولى هي البداية في دولة عربية شقيقة وهي دولة الكويت، أما النجمة الثانية فبتؤكد بالفعل حب لبلده واستمراره وحضوره إلى هذا البلد، أما النجمة الثالثة فهي عمله في إطار فريق عمل محترم. أيضا بنكرم أيضا دولة الصين وشركاء النجاح المتميزة. تفضلي. بنحيي يا جماعة. إذن التكريم ليس فقط لدي جي العالمية وإنما أيضا للعلاقات المصرية الصينية ممثلة في طبعا السيد محمد وفريق عمله المحترم بالإضافة إلى كل العاملين. لكن أنا قبل ما أختم السيد مدير عام الشركة عايز أقول انطباع حضرتك وأنتوا لأول مرة بيتم تكريمكم في بلدكم. والله طبعا دي حاجة لفتة طيبة جدا، والحقيقة أنا كنت يعني مش هقول مش متوقعين، لكن بصراحة إحنا المعرض النهاردة رفع من روحنا المعنوية جدا جدا.
بس طبعا في نقطه انا احب اقولها الحقيقه، انا يعني بما ان احنا على التلفزيون احب اشكر كل فريق العمل، كل الشباب وكل الحضرات الموجودين، الكل اسهم يعني نقدر نقول الادوار موزعه بالتساوي على الكل، والكل ساهم في النجاح اللي احنا فيه ده ان شاء الله، ونستمر باذن الله معاهم وهم معانا في النجاح ده ان شاء الله خطوه بخطوه ونكبر مع بعض. دائما دي جيت العالمية ستصبح في المقدمة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.